وأولى فقراتنا أكيد الأم المثالية، وتابعنا في الحلقة الماضية فوز أم نظيمة واتصلنا بها، لكن اليوم راح نتابع فرحتها ورصدت كاميرا الشرقية تلك الفرحة اللي اختلطت بتهاني الجيران والأهل بلقب استحقتها تلك الأم، وهي أم نظيمة من ديقار من ناصرية وتسكن منطقة الأهوار. أذكركم على السريع أنه بتفاصيل قصتها أنه توفي زوجها وترك لها 4 بنات حتى تعيلهم، لكن أيضا ذاك الحمل لم يكن كافيا لأم نظيمة واضطرت إلى إعالة عائلة أخيها المكونة من 6 أطفال، فإذا يصبح العدد الأفواه الموكلة هي بإعالتهم 10، في ظل حال شفتوه حال لا يسر، ولكن مع ذلك هذه المرأة تجاهد ويوميا في سبيل أنه توفر لهم أسباب العيش الكريم. البعض يقول القلادة الذهبية، يعني شو تسوي لأم نظيمة؟ سمعتها هاي الكلمة. أنا أقول إنه إحنا وصلنا إلى أم نظيمة وفي منطقة الأهوار، من كان يستطيع الذهاب إليها؟ يعني إحنا كدورنا كإعلام نقدم قصص أم نظيمة وقصص كثير من الأمهات لمدة 3 سنين، إحنا يمكن يعني ركزنا على هذه القضية، قصة الأم العراقية وأحوالها والظروف الظرف اللي تمر به. هل هي غرض ملء الوقت والبرنامج والفرجة؟ لا أكيد، لكن من خلال هذه القصص تتكشف لنا حقائق كثيرة عن وضع تمر به الأم العراقية وخاصة الأرامل والمطلقات لا يسر أحد. فهي أم نظيمة اليوم إن وقفت أمام كاميرا الظهيرة، هل هي حتى تصير مشهورة أو إنه الناس تتحدث بها؟ ولكن هي تريد توصل قضيتها إنه هذا الظلم اللي أنا أعيشه، هذه الحالة اللي أنا أعيشها اللي هي وجه لوجوه آلاف النساء العراقيات مع الأسف، فهي بذلك هي تحاول تصحي ضمير من يهم الأمر في أنه بيقدر يعني يصنع القرار أو يجد حل لها والكثيرات، وبالتالي أيضا أنه منظمات المجتمع المدني وكل منظمة تعلن أو تدافع عن حق المرأة العراقية وتضعها أولوية في سلم اهتماماتها وتقول أنا دافع، إحنا نعرضها واقع نساء عراقيات هم قد لا يستطيعون الوصول إليه، كاميرتنا تصل إلى ذلك. اللي علينا أنه إحنا نأخذ مسؤوليتنا الإعلامية وأيضا مسؤولية وحقوق أم نظيمة تقع على عاتق الجميع، حتى إحنا كمشاهدين ومن نشوفها، فهناك يجب أن حق أن يعطى للمرأة العراقية هو حق مشروع، يعني هي ما هو هذا الحقوق مشروعة موجودة في كل دول العالم العربية قبل الأجنبية. طيب طولت عليكم، ولكن كلمة لابد منها لكل اللي يقولون القلادة الذهبية شو راح يسوي؟ لا ترفع من معنوياتها وإنه نقولها أنت حاضرة في وجداننا والناس معجبين بيك وأنت مثل للأم المثالية. نذهب للتقرير. راح يبدأ التصويت الآن عبر برنامج ظهيرة الجمعة. شنو شعورك نظيمة إن شاء الله اليوم أنت إذا فزت اليوم؟ اليوم شعور فرحانة وممتازة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. من النتيجة بدأ التصويت أعزائي المشاهدين، بدأ التصويت الآن، بدأ التصويت الآن. يلا أي على الخير وعلى البركة أم نظيمة، مبروك مبروك مبروك، أنت فزتي الأم المثالية حسب التصويت اللي وصلنا من القناة أنه أنت نسبة مالتك 28%. ألف مبروك أم نظيمة، مبروك إلك يا أبا، مبروك مبروك، أنت فزتي الأم المثالية بالعراق على برنامج ظهيرة الجمعة. شنو شعورك أم نظيمة؟ شعوري إن شاء الله الله يطول عماركم والله يكون ينصر العراق والله يكون يخليكم الله يسلمك ويخلي أمهاتي الله يخليك بارش بعمارك. ايضا الامهات اللي وياش بالبرنامج انه يستحقن انه يكون مثاليات، لكن هو القلاده راح تكون لام واحده اللي هي ام نظيمه اللي تستاهلين انه تكونين ام مثاليه على صبرك على نضالك على جهادك اللي انت جاي تدخلين به بعمق الاهوار من الساعه ب5 الصبح للساعه ب6 العصر. احكي لي ام نظيمه بعد. احكي لي انت مبروك مبروك، ايضا ست رقيه قاعد تقول عليك مبروك وكل الكل يبارك لك. احكي لي شنو شعورك هسه انت؟ شعوري الله يكون يهلك لك يبارك بعماركم والله يكون يحل العراق وينصركم وينصر امهاتي ان شاء الله خير. شنو شعورك؟ ولا وحده بيكم باست هالحجيه. مبروك ان شاء الله. شنو شعورك وامك اليوم صارت الام المثاليه؟
هذا شعوري ما اتوقع كل انسان مثلي يتوقع لو ما تفوز ان شاء الله. الله يبارك بالشرقي، الله يخلي سعد بزاز، اشكركم الله يخليكم ان شاء الله. شنو شعورك وام نظيمه فازت؟ فرحانه لام نظيمه وفرحانه لكم تيجيتوها وطيتوها، احمى الله والديكم، والله يستر عليكم. هذا واجبنا كقناه الله يستر عليكم، الله يستر عليكم ويستر على قناه الشرقيه. الله يسلمك، الله يسلمك. شنو شعورك من نظيمه اليوم؟ والله فرحانين من نظيمه كلش هواي وفرحانين لكم، اشتاق لكم ان شاء الله. ان شاء الله. شنو شعورك؟ شعور والله ما يتوصف، فرحانه وفرحانه لكل الامهات تكون تفوز مو بس هي. واشكركم واشكر حسن سعد البزاز وكل ام نظيمه. هاي دموع الفرح. انت فرحانه الان لانه انت تستاهلين تكونين ام مثاليه. انت تعبتي، انت ربيتي 10 ايتام، انت شفتي الضيم تطلعين الصبح ترجعين العصر، هذول العشر ايتام اكيد انت ربيتيهم بتعب ام نظيمه. شلون قدرتي انه انت تربيهم ذول العشره؟ ايش اسوي؟ هذا بعد من حقي اللي ربيتهم وتعبت عليهم وبالشتا وبالقيض وبالسموم وبالبريد. اي ان شاء الله، ان شاء الله الله يوفقك ام نظيمه وتستاهلين كل الخير. ومبروك إليش ومبروك لكل ام مثاليه تكون هي مثل ام نظيمه. مبروك إليش يا بنت، مبروك إليش. الله والديك الله يكون طول عمرك والله يكون طول عماركم وفرح قلوبكم انتم العراق، ان شاء الله سالمين عادي. الله يخليك، بالتوفيق لك يا بابا. اعزائي المشاهدين، شاهدنا ام نظيمه فازت، هي الام المثاليه بالعراق اللي هي فعلا تستحق انه تكون ام مثاليه على صبرها، على نضالها، على جهادها. ام نظيمه من النساء اللي 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 تحملت الحار وتحملت البرد وتحملت الضيم، تحملت انه هي شلون تعيل 10 اطفال، اطفال صغار، انه شلون قدرت تربيهم. هذه هي المراه العراقيه اعزائي المشاهدين. احنا المراه العراقيه هي قدوه لكل النساء بالمجتمعات العربيه وغير العربيه. شكرا لكم والى لقاء اخر. تمر بينا ما تمر بينا، شعطلك شطاك يا يمه.